تفاصيل الساعات الأخيرة لجورج الراسي. فجأة لما طلع من الأوتيل قال له لا أنا بدي سوق لحالي وبدي أطلع لحالي. دي مقاطع من آخر حفلة أحياها جورج الراسي في دمشق يوم الجمعة قبل وفاته بساعات قليلة. مشارك في الليلة دي المغني فراس طباع اللي قدم وصلته الغنائية قبل صعود جورج على المسرح، ومبارح نشر البوست ده اللي عبر فيه عن صدمته من خبر الوفاة. وإيتي بالعربي قابل فراس حصرياً وقال لنا بداياتاً عن لقائه مع جورج اللي سبق الحفلة. هو كان جاي زيارة وصديقته، صديقتنا هي زينة، هي بتنسق أعماله، فاجتمعنا وقتها انه مشان اساس انه بس انه هيك نتعشى مع بعضنا، ما كان في يعني بالنا انه نعمل هي الحفله. فجاه انه خلص انه خلينا نسوي حفله كبيره ونعمل لك اياها بمكان حلو. ورجينا المكان، عجبه كثير وهو حابب انه يعمل حفله تكون هيك قويه بالشام. قلنا له خلص احنا جاهزين مع بعضنا ورح نسقي مع بعضنا. والله ما في شيء، بعد اللقاء بشي 5 أيام 6 أيام حكيته وقلت له انه رح نعمل هي الحفله ورح تكون ان شاء الله قويه وجهز امورك. قال يلا أنا جاهز. فجورج وصل على دمشق في نفس يوم الحفلة بعربيته الخاصة، بالرغم من أن منظمي الحفل حرصوا على تجهيز المرافقين والعربيات لجورج عشان يوصلوه على مكان الحفل، بس رفض وأصر أنه يطلع لوحده. عماد ويزن أصروا أنه يكون معه مرافقة، وكان معه سيارتين، حتى محضرين له سيارتين مرافقة تكون معه، وما يطلع بسيارته هو، يطلع بسيارات تانية. فجأة لما طلع من الأوتيل قال له لا أنا بدي سوق لحالي وبدي أطلع لحالي. طلع هو وصديقتنا وقتها زينة وأجوا على الحفلة. حتى على الاستقبال وتوصل على كلاود انه ينزلوا المرافقة، حتى ما رضي صف السيارة هو، قال له لا أنا بدي أطلع لحالي، وطلع لحاله وقعد بالمكتب شوي لبين ما أنا خلصت. فتت لعنده وكان مبسوط وهون يعني كتير مريش، قلت له الوضع برا بجنن يلا وناطرينك وهيك، قال لي يلا طالع. والله وطلع على الحفلة وكان كتير مبسوط. وخلال الحفل ولع الأجواء وقدم أجمل أغاني، غنى أغاني خاصة وغنى كتير أغاني لأبو وديع. يعني هو قاعد وسلطن على أبو وديع، هو تعرف بيحب كتير أبو وديع، وبيحب هو بيحب الشام. يعني هو بيقلنا دائما أنه أنا كتير بحب الشام، يعني عنده هيك لما يجي على الشام بيقول لي غير أي بلد، يعني غير أي بلد، يعني أي بلد بيروحها بيقول لي الشام دائما عندي إياها غير. هو بتعرف صار له تقريبا شي 10 سنين وعامل حفلة بالشام بهالوضع هذا، بهالكبر هذا اللي كان عامله امبارح. فهو ركز على غنيتين بعمل بأصلي والحب المجنون. حتى انا خبرته انه بدنا غنيت بعدي ايه، يعني هي لازم تنعمل بالحفله. قال لي لا 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 ما عبالي غنيها، بدي اجي هيس العالم، ما عبالي نيم العالم بهي الحفله. غنى شي 2:45 بلش تقريبا، شي 2:15 2:30 تقريبا بلش، هيك شي 2:30 بلش تقريبا، ضل 4:30 عم يغني. غنى لحوالي ساعتين، وبعد انتهاء الحفل قرر يغادر دمشق ويرجع على لبنان الفجر. أساس إنه نحن متفقين إنه بعد الحفلة إنه نقعد نفطر سوا بعدين يرجع الأوتيل. فجأة إنه صار لا بده يرجع على لبنان، وكان هيك شوي تعبان هو. قلنا له لا خليك، وأصر إنه قلنا له روح على الأوتيل. وحتى كان معه هو مرافقة بالروحة وبالرجعة، لا قبل لا بالروحة ولا بالرجعة، حتى سيارته هو إنه طلب إنه هو بده يصفها للسيارة، ما طلب ولا أي شيء. خلصنا الحفلة تقريبا مثل ما قلت لك 4:30، ورجعنا كلياتنا خلصنا الأمور كلياتها ورجعنا 5:30 جانا تليفون ليزن إنه جورج كان بحفلتكم من شوي وهلا هو بحدود اللبنانية السورية عامل حادث متوفي. فنحن ما صدقنا الخبر، فكرنا إنه عم يمزحوا معنا أو شيء. رجعنا دقينا لشركته بلبنان انه جورج هيك صاير معه. دقوا تاكدوا من المصنع انه هو قطع المصنع. والله دقينا قالوا لنا يلا رح نتاكد ونرجع نقول لكم خبر. فهون تاكد خبر وفاته. والله ما بعرف شو بدي خبرك، يعني كيف كلياتنا، كيف فرنا كلياتنا، وحتى دقينا يعني دقينا للعالم كلياته صرنا نخبره انه توفى جورج. يعني نحن ما كنا مصدقين، يعني نحن للساعة شي 6:30 تقريبا أو 7:15 لحتى صدقنا. يعني